المذكورة في غيبة النعماني صفحة 297 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن الإمام المهدي باللفظ الخاص الذي يقام لأجله إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه. من ذول الكفار هم يتأولون كتاب الله على الإمام ويحتجون على الإمام. الثاني ماذا فعل؟ احتج على النبي بكتاب الله، هو كتاب الله الناطق موجود وهو النبي. الثاني قال للنبي ألم ينهك الله عن ذلك؟ عندما صلى النبي صلى الله عليه وآله على ذلك المنافق عبد الله بن أبي، يحتج عليه بكتاب الله، يتأول عليه كتاب الله. أكو في رواية أن الإمام صلوات الله عليه يتخذ موقفا في المدينة، بس شنو ذلك الموقف؟ لا يمكن أن نذكره. جماعة يقومون ضد الإمام، ليش اتخذت هذا الموقف؟ أنت تقبل أن هذا إمام؟ لو ما تقبل أن هذا إمام، إذا تقبل كيف تقف أمام إمامه؟ في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 375 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه فتقاتلونه. بعظم هالشكل في روضة الواعظين صفحة 264 عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، إذا قام الإمام صلوات الله عليه لا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها.